هل يدرك العالم معنى ما يجري في الريف الجنوبي؟ هل يعلم أن مئات الغارات الجوية بالقنابل والصواريخ الفراغية والانشطارية والعقودية تنفذها يومياً عشرات الطائرات الروسية في سماء الريف الجنوبي والغربي، وأن عشرات المدن والقرى يتم تهجيرهم تهجيراً عرقياً ومذهبياً، تقوم بذلك الميليشيات الإيرانية والشيعية على مضوء جباه والوقت كل العباس وحزب الله اللبناني. إذن لماذا يصف العالم؟ ولماذا يشغلنا بمؤتمرات سلام هنا وهناك في الرياض وعمان وجنيف وبيينا؟ ولماذا تتوقف قنوات الفضاء العالمية الإعلامية عن تغطية الحدث وتتحدث عنه كأن حدثا عابرا عاديا يجري في سوريا؟ ألا تعلم هذه الفضائيات أن هذه المعركة هي أعرف المعارك في الثورة السورية؟ ما معنى أن تحاصر حلب وأن تضيع دماء آلاف مؤلفة من الشعب السوري التي دفعت مجانا خلال سنوات الثورة الأربع الماضية فداء للحرية وضد طاغية لا يعرف من الحياة إلا الدم؟ إلى متى يستمر فرق العالم؟ إلى متى لا يتوحد القادة؟ وإلى متى يستمر فرق الفصائل؟ لماذا يستنزفنا العالم في جبهات متعددة؟ لماذا يستنزفنا الروس والإيرانيون والنظام في جبهات متعددة؟ ونصمت نهر عن إشغاله كل جبهات. لماذا يا مصر الرحيمة إذا يشعر أصدقاء الشعب السوري بتنظيم مؤتمرات السلام هنا وهناك، وتنشغل الرياض بجمع المعارضة السورية وتشكيل هيئة تفاوضية في الوقت الذي تشتغل فيه روسيا وإيران على حق الشعب السوري في الريف الجنوبي والغربي والجبال اللاذقية؟ ما هي جدوى من مفاوضات السلام وجولات السلام ومؤتمرات السلام إذا كانت روسيا وإيران والنظام يحققون تقدم على الأرض، وإذا كان العالم سيجبرنا في نهاية على توقيع حل لن نقبله؟ صرخة نطلقها في وجه العالم، صرخة نطلقها في وجه أصدقاء سوريا، وصرخة نطلقها في وجه قادة الفصائل. إلى متى يستمر هذا التشرذم؟ إلى متى تستمر هذه الأنانية الفصائلية؟ إلى متى يراق الدم السوري هدرا ومجانا في الأراضي وبدون أي مقابل؟ كل دماء الشعب السوري في رقابكم. أنتم جميعا مشتركون في هذه المسؤولية. أنتم جميعا مشتركون في هذه الجريمة. تحركوا الآن أو لن تتحركوا أبداً.